Musul'u yaşadığı menfur hadiselerden aldığı problemleri hep beraber inşallah gideceğiz. İnşallah. Nihin ممثلين للدولتين يدبيت نحاول ناخذ خطوات مشتركه للتطوير وتقديم ومعالجه هذه الضرر اللي اخذت بها حضرتك بينهم. طبعا هذا يدلل على اهتمام حكومتكم بدعم محافظه نينوى. ضاء الموصل مخدوم بنسبه 30% شبكه مجاري الامطار. الشبكه الموجوده الحاليه في محافظه نينوى واللي احنا بدنا نعتمد عليها شبكه قديمه متهالكه. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği altyapı çalışmalarıyla ilgili 5 milyar dolarlık ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti'ne bir taahhütü var. قدم تعهد من قبل رئيس جمهورية تركيا سيد رجب طيب أردوغان 5 مليار دولار للترميم بنية تحتية للمحافظة الموصل. أعزائي الثاني في شهر جينا كان وقت صار على الإمرجنسي، الإمرجنسي يعرف مشاكل الجسور نشكر حضورهم ونشكر دعمهم وتحياتنا وتقديرنا وتبجيلنا للسيد رئيس الجمهورية. Musul vilayetimizin kanalizasyon genel müdürünü ziyaret ederek kıymetli müdürümüzle hasbihal etme fırsatımız oldu. Timlerimizle beraber, onların ekibiyle beraber çeşitli görüş alışverişlerinde bulunarak Musul vilayetinin altyapısıyla ilgili meşveretlerde bulunduk. Elbette ki Musul vilayeti DAEŞ'ten sonra henüz toparlanabilmiş değil. Şu andaki altyapısı geçmişe oranla %30 kaldırabilir şekilde. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle buraya taahhüt edilen 5 milyar dolar aracılığıyla altyapı ve üst yapı çalışmaları yapılacağı bildirilmişti. Biz de bunların öncesinde Musul altyapısı ne durumda, kanalizasyonları ne durumda, ishalatları ne durumda bunları öğrenmek için ekibimizle beraber ziyaretlerde bulunduk. Kıymetli müdürümüz sağ olsun gerekli bilgileri ve dokümantasyonları bize sağladı. İhtiyaçlarını ve şu andaki mevcut durumlarını paylaştılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah Musul vilayeti için daha temiz, daha iyi bir gelecek hazırlamak adına projelerimize başlayacağız. Nahnu lijne min hukumet Türkiye, min Cumhuriyet Türkiye. Akhadna ziyare l-mudiriyet مجاري المحافظة موصل وأخذنا بعض نقاط وطلعنا على بعض نقاط الاحتياجات مديرية المجاري المحافظة الموصل ونحن تكلمنا على موضوع التخصص بالتمويل 5 مليار دولار بالنسبة لترميم وتطوير البنية التحتية للمحافظة موصل من قبل سيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ونحن طلعنا بتشكيل اللجان من طرفين واتخاذ قرارات سريعة ونحن سمعنا من حضرة السيد المدير مديرية مجاري لمحافظة موصل وإن شاء الله بالمستقبل راح يكون القرارات واجتماعات أخرى لاتخاذ بعض حلول على الاحتياجات المديرية. Nasip olursa önümüzdeki hafta ekiplerimiz Sayın Müdürümüzün ekipleriyle beraber bir çalıştay oluşturmak için tekrar Irak'a ziyarette bulunacaklar. İnşallah Allah razı olsun. Ma'a a'mal müşterike مع لجنة تركيا ومع لجنة العراقية الأسبوع القادم إن شاء الله راح يكون باتخاذ قرارات على المشاريع اللي تكلمنا بها بالاجتماع. بتوجيه من السيد محافظ نينوى والمهندس منصور مرعيد المحترم استقبلنا هذا اليوم وفد الحكومة التركية الداعم لحكومة نينوى المحلية ولمحافظة نينوى عموما. هذا الوفد جاء بمنحة مقدارها 100 مليون دولار. هذه المئة مليون دولار مخصصة إلى قطاع الجسور وقطاع الصحة والقطاع الكهرباء والخدمات البلدية. تم الاتفاق على بعض المشاريع المهمة وإن شاء الله سيبدأ المباشرة بالعمل بعد توقيع الاتفاقية خلال أيام قليلة. أحب أن أقدم شكري وتقديري للسيد فاتح بيك
ممثل رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان على دعمه وزيارتهم إلى محافظة نينوى. هذه الزيارة ما تعبر إلا عن دعم الجمهورية التركية إلى محافظة نينوى. نشكرهم ونقدر زيارتهم لهذه المحافظة وبالخصوص مديرية مجاري نينوى. تم تقديم عرض موجز عن أهم المشاكل التي تعاني منها مديرية مجاري نينوى بالنسبة لقضاء الموصل وباقي أقضية ونواحي المدينة. تمت المناقشة فيما يخص الآليات وبعض المشاريع التي تستطيع الجمهورية التركية دعمها لمديرية مجاري نينوى، وتم الاتفاق أن يكون في الأسبوع المقبل إن شاء الله المناقشة على هذه الكشوفات، ووعدونا خيرا إن شاء الله. تم حضور اجتماع في مقر مديرية مجاري نينوى بحضور كافة الدوائر الخدمية لمناقشة احتياجات ومتطلبات هذه الدوائر. الوفد التركي عرض خدماته وعرض منحة مقدمة من الحكومة التركية إلى مدينة الموصل. طلبات بلدية الموصل كما معروف، نحن يعني نكررها دائما، بلدية الموصل بحاجة إلى آليات بسبب الأحداث الأخيرة التي حدثت، نقص كبير في الآليات، نقص في معامل الأسفلت، نقص في مدينة الموصل تحتاج إلى معمل تدوير نفايات، إلى موقع طمر صحي. كل هذه الأمور تم طلبها من ضمن المنحة التركية، وإن شاء الله وعدنا خيرا إن شاء الله في الزيارة القادمة سيتم إن شاء الله تلبية بعض من متطلباتنا بإذن الله تعالى. تمت مناقشة مع هذا الوفد، وكان لنا مقاطعة معهم. هناك كشوفات رسمية ستقدم إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، وستنفذ قريبا إن شاء الله حسب توجيهات سيد محافظ نينوى. كل العمل كلل بالنجاح إن شاء الله. في الأيام القادمة ستشهد محافظة نينوى وجبة عمل مقدمة من الحكومة التركية في كافة القطاعات وللأقضية والنواحي ومركز مدينة الموصل فيما يخص مجاري محافظة نينوى ودائرة الماء. ستكون هذه العملية لإعادة النازحين خطوة جيدة باتجاه الأمام إن شاء الله.